إلى هادي مرتضى. محمد شور بالخطأ من حارس المرمى الآن. لبنانية تتحول إماراتية. خالد زبلوشي، خالد حولها الآن، النقلة، تسديد، الله، الهدف الأول لأبيض الأولمبي عن طريق سعيد الكعبي. سعيد 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 يأتي بالخبر السعيد. تقدم بكل تأكيد، الكرة ملعوبة، عبد الله النقبي، حلوة إلى علي صالح، علي يتقدم، ينطلق، عرضها أمام المرمى، الله، تأخر الثاني عن طريق عبد الله النقبي، يسجل الثاني الأهداف بعد دقائق من الهدف الأول. يأتي الهدف الثاني، استثمار جميل لما يحدث في دفاع المنتخب اللبناني. شوف هذه الكرة الآن، الصناعة، المساحة كانت موجودة، الكرة ما كان فيها تسلل، انطلاقة علي صالح، صناعة علي صالح، خطأ من حارس المرمى، والمتابعة من عبد الله النقبي تأتي بالهدف الثاني لأبيضنا الأولمبي. شوف هذه الكرة، هذه الكرة لمصلحة عبد الله سلطان. هنا أحمد، لمسة، وانتو، خطيرة، الله، الثالث يأتي، الثالث الآن يأتي لمنتخبنا الأولمبي بالثلاثة. منتخب الإمارات الآن يتقدم على المنتخب اللبناني. الشوط الثاني يأتي بأول أهدافه الآن، هدف إماراتي ثالث إذن، بلقطة جميلة، بكرة فيها تبادل، وانتو، يا سلام، ما بين أحمد وأحمد. يأتي الهدف الثالث، أحمد جميل يسجل هدف ثالث جميل لمنتخبنا الأولمبي.